but a husband I consented to take with your fear, not with my lust. And either I was unworthy of them, or they perhaps were not worthy of me, because perhaps you have kept me for another man. For your counsel is not in man's power, but this everyone is sure, for that worships you, that his life, if it be under trial, should be crowned, and if it be under tribulation, it shall be delivered, and if it be under correction, it shall be allowed to come into your mercy. For you are not delighted in our being lost, but after a storm you make a calm, and after tears and weeping you pour in joyfulness. Let your name, O Lord, God of Israel, be blessed forever. Amen. من سفر طبيعة الإصحاح الثالث. فاستجيبت حينئذ صلاتهما لدى مجد الإله العلي. فأرسل الرب ملاكا طاهرا رفائيل ليشفيهما، لأن في وقت واحد قبلت صلواتهما أمام الله. فلما علم توبيت أن صلاته قد قبلت، طلب له أن يموت، ونادى لابنه توبيا وقال له: اسمع يا ولدي كلامي واجعله في قلبك الأساس. إذ أخذ الله نفسي، ادفن جسدي والتزم والدتك جميع الأيام التي تحيا بعد، لأنه واجب عليك أن تتذكر الأخطار العظيمة والألام الكثيرة التي احتملتها لأجلك في بطنها. وحينئذ تقضي أجلها، ادفنها بجانبي في قبر واحد، وأما أنت فاحفظ ناموس الله في قلبك كل أيام حياتك، ولا تمل إلى خطية، ولا تتجاوز وصايا الرب إلهنا، تصدق مما لك، ولتحول وجهك عن الفقير، فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. كن رحوما حسبما تستطيع، فإن كان مالك كثيرا فليكن ما تعطي كثيرا أو قليلا فقليلا عن طيب قلب، فإنه يكون لك كنز إحسانا ليوم الاحتياج، لأن الصدقات تنجي من الخطية والموت، وتنقذ النفس من الذهاب إلى الظلمة. الصدقة تكون لصانعها هدية مقبولة عند الله العلي. واحذر من كل زنا، ولا تتخذ امرأة من غير جنسك، ولا تسلط التكبر على قلبك ولا على شفتيك، لأن به كان ابتداء كل هلاك. اعطي أجرة العامل في وقته، ولا تبقي أجرة أجيرك عندك البتة، وكل ما تكره أن يفعل بك لا تفعله أنت بأحد. اشترك مع الجياع والفقراء بأكل خبزك، واكس العراة من ثيابك. قدم خبزك وخمرك عند دفن البار، ولا تشرب منها، ولا تأكل مع الخطاة. التمس الرأي من الحكيم، بارك الله كل حين، واسأله أن يقوم طرقك فتثبت كل آرائك. واعلم يا ولدي أني منذ كنت أنت طفلا أعطيت غفلائيل في راجيس مدينة المديين 10 وزنات فضة، وأخذت عليه وثيقة بها هي عندي. فتبصر كيف يمكنك أن تذهب إليه وتأخذ منه الوزنات المذكورة وتسلمه الوثيقة. ولا تجزع يا ولدي، فإننا وإن كنا نعيش عيش الفقراء فلنا خيرات كثيرة، إن كنا نتقي الله ونحيا بالبر ونبتعد عن كل خطية. حينئذ أجاب توبيا أباه قائلا: إني فاعل كل ما أمرتني به يا أبتاه، أما الوزنات التي ذكرت فلا أعلم كيف يكون استيفاؤها، إذ أنني لا أعرف الرجل وهو لا يعرفني، وأي علامة أجعل له وأنا لا أعرف طريق السير به إلى هناك. فقال توبيت: يا ابني، بيدي عليه وثيقة، إذا أريته إياها سلم المال إليك حالا. فالتمس الآن إنسانا ثقة يصحبك تحت أجرة، وإذ أنا باق حيا أذهب وأقتنص مبلغ الدين. فخرج توبيا فوجده شابا حسنا قائما مستعدا كأنه على جناح السفر. فسلم عليه توبيا غير عالم أنه ملاك الله، وقال له: ممن الشاب الصالح؟ فأجابه: من بني إسرائيل.
فقال طوبيا: وهل تعرف طريقا إلى مدينة المديين؟ أجاب الملاك: أعرف إليها طرقا عديدة، قد سلكتها إلى أخينا غفلائيل القاطن في رجيس مدينة المديين في جبل قفتان. فقال طوبيا: أسألك أن تتصبر إلى أن أخبر أبي بهذه الأمور. وحينئذ دخل طوبيا وأخبره أباه بكل ما كان، فتعجب من ذلك وطلب أن يدخل ذلك الشاب إلى حضرته. فدخل الشاب وسلم عليه وقال: ليكن لك فرحا دائما. فقال طوبيا: كيف يكون لي فرح وأنا في الظلمة ولا أبصر ضوء الشمس؟ فأجاب الشاب: ليكن قلبك قويا، فإنك تتعافى قريبا من قبل الله. ثم قال طوبيا: هل تقدر أن توصل ابني إلى غفلائيل في رجيس مدينة المديين، وأنا عند رجوعك أدفع لك أجرة؟ فقال الملاك: أنا أوصله وأعود به إليك سالما. فقال طوبيا: أسألك أن تخبرني من أي قبيلة ومن أي سبط أنت؟ فأجاب الملاك رفائيل: أتسأل أنت عن جنس الأجير أو عن الأجير؟ أليس لك الذي يمضي مع ابنك؟ ولكن لئلا يهمك شيء، فأنا عازار ياس ابن حنانياس الكبير. فقال طوبيا: ها أنت من بيت كبير، فأسألك أن لا يغيظك أني أردت أن أعرف عشيرتك. فقال الملاك: أنا أمضي مع ابنك وأعود به إليك سالما. فأجابه طوبيا قائلا: اذهبا بأمان، وليكن الله حافظا لكما في هذا السفر وملاكه برفقتكما، وأنا أعد كل ما يلزمهما في السفر. ودعا طوبيا أباه وأمه ومضيا أثناهما معا. فلما ذهب طفقت أم طوبيا تبكي وتقول لأبيه: قد أبعدت عنا عكاش شيخوختنا، لا كان أبدا المال الذي غربت ابننا لأجله، فإن كان يكفينا أننا مع فقر نحسب أن لنا غنى عظيم حين نبصر ولدنا. فقال طوبيا: لا تبكي سالما، ذهب ابنك وسالما يعود إلينا وتبصره عيناك، فإن أحسنت إن ملاك الله الصالح في رفقته يدبر كل أعماله فيرجع إلينا معافى. وإذ سمعت هذا الكلام تركت البكاء وسكتت. وصار الملاك وطوبيا وكلبه يتبعه، فبات أول منزلة بجانب نهر الدجلة. وخرج طوبيا ليغسل رجليه، فإذا سمكة كبيرة قد طلعت إليه كأنها تطلب أن تبتلعه. فارتعب طوبيا ونادى بصوت عظيم: يا مولاي، وسبت إلي سمكة لتبتلعني. فقال له الملاك: امسك بها واجذبها إليك. فأمسكها وجذبها إلى الشاطئ وتركها، فصارت تتخبط قدام رجليه. فقال له الملاك: شق جوف السمكة واخرج القلب والمرارة والكبد وخبئهما معا، فإن هذه تنفع لأن تكون دواء في الضرورة. وبعد أن فرغ من ذلك أخذ لحم السمكة وشواه وملح منه مقدار يكفيهما إلى أن يصل إلى رجيس مدينة المديين. وقال طوبيا للملاك: أرجوك يا أخي عازار أن تخبرني ما هي المنفعة الأشياء التي أمرتني أن أخبئها من السمكة. فأجابه الملاك قائلا: أما القلب والكبد فإنك إذا أخذت جزءا منهما ووضعته على غمر نار فدخانه يطرد كل شيطان من رجل أو امرأة ولا يرجع إليهما بعد ذلك أبدا. وأما المرارة فإنها إذا كحلت بها الأعين الفاقد البصر فتبرأ. مجدا للثالوث القدوس من الآن وجبت آمين. بركات المقدسة تكون معنا، أمين. ثم قال طوبيا للملاك: ثم قال طوبيا للملاك: أين ترى نبيت هذه الليلة؟ فقال الملاك: يوجد في مكان قريب من رجل من قبيلتك اسمها رعوئيل، وله ابنة وحيدة اسمها سارة، فتكلم مع أبيها ليعطيها لك زوجة، لأنك أنت الوحيد من قبيلتها وهي جيدة وعاقلة جدا، ويكون إذا تزوجت بابنته أن يجعل كل ماله لك. وهكذا يجب أن نجعل مبيتنا هذه الليلة عندهم وأنت تخطب بنتهم منهم، فيعطيها لك زوجة.
فقال لها توبيا: سمعت ان 7 رجال تزوجوا بها، فكان شيطان يقتل كل منهم عند الدخول عليها، فهلكوا جميعا. فاخاف ان يتم على ما جرى على اولئك 7، وانا ابني وحيد لوالدي وهو في كبر شقيقتهما، فاخشى ان احضرهما الى القبر بالحزن، ليس لهما ولدي غيري يدفنهما. فاجابه الملاك: الا تذكر وصيه ابيك وقوله لك لا تتخذ لك امراه من غير قبيلتك؟ والان اقبل مني يا اخي، فانها قد حفظت لتكون زوجه لك، ولا يهمك امر الشيطان. وانا اخبرك من هم الذين يقدر عليهم الشيطان، هم الذين يتزوجون بهذه ليبعد الله من قلوبهم ويتلذذ بشهواتهم كالفرس والبغل الذين لا لهم فهم، فعلى اولئك يقدر الشيطان. اما انت اذا تزوجت بها ودخلت عليها فتكون على 3 ايام لا تهتم بشيء اخر الا الصلاه، وفي الليله الاولى تحرق كبد السمكه وقلبها فانهزم الشيطان مرتعدا، وفي الليله الثانيه تقترب من امراتك على ما كان الاباء القديسون، وفي الليله الثالثه تقبل البركه بالبنين فيكون منكما اولاد السلام، وبعد الليلة الثالثة تعطي البكر بخوف الرب للتبني لا بسبب الزنا، لتقبل البركة بالأولاد في زرع إبراهيم، فتعلق قلب توبيا بسارة. حينئذ لما سمع عنهما ولم يزال سائرين حتى وصل إلى إكفاتية، وصار إلى بيت رعوئيل، فالتقاهما سارة وسلمت عليهما. ولما نظر رعوئيل إلى توبيا قال لزوجته: انظري ما أشبه هذا الرجل بطوه ببيت ابن عمي. وبعد ذلك قال لهما رعوئيل: من أين أنتم أيها الشبان الإخوان؟ فقال: من سبي نينوى من قبيلة نفتاليم. فقال لهما: هل تعرفان أخانا توبيت؟ فقال: نعرفه، وإذ كان قد أكثر من الثناء عليه. قال له الملك مشيرا إلى توبيا: هذا ابن توبيت الذي تذكره. فرمى نفسه عليه رعوئيل وقبله بدموع وبكى على عنقه قائلا: البركة تكون لك ابني، لأنك ابن رجل من ذوي الجودة والخير. ولما سمع بأن توبيت ذهبت بصره حزن كثيرا وبكى مع امرأته وابنته سارة، وقبل الملاك وتوبيا بكل سرور. وبعد ذلك أمر رعوئيل بذبح كبش وأن يهيئ طعاما، فلما سألهما أن يجلس على الطعام قال توبيا: ما أكل اليوم طعامنا هنا ولا أشرب إلا أن تجيب سؤالي وتعدني أن تعطيني سارة ابنتك. فلما سمع رعوئيل هذا وتعدني أن تعطيني سارة ابنتك، فلما سمع رعوئيل هذا الحديث خاف، لأنه كان يعلم ماذا أصاب 7 رجال الذين خطبوا ابنتهم، فخاف أن يصيبوا ما أصابهم، وهم وفيما هما مفكر لم يجاوب. فقال له الملاك: لا تخف من أن تعطيه إياها، لأن ابنتك محفوظة لهذا الخائف من الله، وكلهما محفوظان من الله، ولأجل هذا ما قد غيره أن يأخذها. حينئذ قال رعائيل: لا شك أن الله قبل صلواتي ودموعي، وأظن من أن أجل هذه من أجل ذلك هذا كما الله إلي حتى أن هذه تقترن بجنسها كان موسى، والآن لا شك أن أسلمها لك. فأخذ بيد ابنته سارة وسلمها إلى يد توبيا قائلا: إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله يعقوب يكون معكما، وهو يجمعكما ويكمل بركته فيكم. وأخذ قرطاسا وكتب فيه كتاب الزيجة وختمه، وابتدأ يأكلون شاكرين الرب. فدعا رعائيل امرأته وأمرها أن تهيئ لهم مضجعا آخر وتدخل سارة فيه، ففعل كما أمرها وأدخلهما إلى هناك، وبكت ومسحت دموع ابنتها وقالت لها: ثقي يا بنيتي، فإن الرب السماء والأرض يمنحك نعمة عوض حزنك هذا، فتشجعي. ولما تعشوا دخل عليها الشاب، فتذكر توبيا كلام الملاك، وأخرج من كيسه الكبد والقلب وطرحهم على الجمر ودخن بهما. ولما استنشق الشيطان الرائحة
هرب إلى برية مصر الفكونية فربطه الملاك، ولما اختلى كلاهما نهض طوبيا من فراشه وقال: قومي يا أختي نصلي لله اليوم وغدا أو بعد غد، لأن في هذه الثلاث ليالي نقترن بالله، وبعد الليلة الثالثة نكون في زيجتنا. فإننا أولاد القديسين، وما نقدر أن نتزوج مثل الأمم الذين لا يعرفون الله. فقام كلاهما وصليا بحرارة لكي يعطيهما البركة. فقال توبيا: مبارك هو الله لا أبائنا، ومبارك اسمه القدوس والممجد إلى الدهور. لك يبارك السماء السماويون وكل خلائقك. أنت جلبت آدم من تراب الأرض وأعطيته حواء عوضا له، ومنها ولد كل زرع البشر. أنت قلت: ليس ببجيد يكون أن يكون الإنسان وحده، لكن فلنصنع له معينا على شبهه. والآن يا رب، أنت تعلم إني ما أخذت أختي هذه زوجة بسبب لذات، بل لمحبتي للأولاد الذين بها يتبارك اسم إلى دهر الدهورين. وقالت في نفسها: أمين. أما سارة فقالت: ارحمني يا رب حتى نشيه كلانا في عافية. فلما صار قرب صياح الديك، وأمر رعائيل غلمانه أن يأتوا إليه، فمضى معه حتى يحفر قبرا، لأنه خاف أن الله أنه يكون قد جرى على توبيا كما جرى على السبع عند دخولهم على ابنته. فلما هيأ وأكبر أرجع رعائيل امرأته وقال لها: ابعثي أحد الجواري حتى تبصران إن كان مات لندفنه قبل الصباح ولا يعلم أحد بذلك. فأنفذت إحدى جواريها، فلما فتحت الباب وعبرت عليهما رأتهما سالمين نائمين معا، فخرجت وعلمتهما إنه باق حي. فبارك الله رعائيل مع امرأته قائلا: مبارك أنت يا الله بكل بركة قديسيه، ولتبارك جميع قديسيك وكل مخلوقاتك وكل ملائكتك ومختاريك، فليباركونك إلى كافة الدهور. مبارك أنت لأنك أبهجتني ولم يصابني كما ظننت، لكن حسب رحمتك الكثيرة فعلت معنا. مبارك أنت لأنك رحمت وحيدين، فاصنع معهما يا رب رحمة، فإن تتمم حياتهما بعافية وابتهاج. وللوقت أمر رعائيل خلمانه أن يملأه والقبر من التراب الذي حفروه قبل الصباح، ثم أنه صنع لهما عرسا 14 يوما، وذبح بقرتين سمانا وأربعة كباش، وهيأ وليمة له لكل جيرانهم وأصدقائه. واستحلفت رعائيل توبيا أن لا يخرج من بيته قبل تمام 14 يوم العرس. ثم أنه أعطى توبيا نصف ما كان يملكه ليذهب به إلى بيت إلى أبيه معافى، وأعطاه وثيقة إن النصف الباقي بعد موته يكون له. ثم استدعى توبيا رفائيل الذي كان يظن أنه إنسانا، وقال له: يا أخي عزرياس، أسألك أن تسمع كلامي، إني أجعل نفسي في عبوديتك، لأني لست مستاهلا لتدبيرك وإحسانك الذي صنعت معي، ولكن أسألك أن تأخذ دواب وغلمانا وتسافر إلى غمالئيل في راجيس مدينة المادين، ورد له وثيقته وخذ منه الوزارات واحضره معه إلى العرس، لأنك أنت تعرف أن أبي بعد الأيام، فإن كنت أبقى زيادة عليهما تحزن نفسه جدا، وأنت تعرف كيف رعائيل حلفني أن لا أخرج ولا يجوز لي أن أخلف القسم. حينئذ أخذ رفائيل من قلمان رعائيل أربعة وجملين، وسافر إلى راجيس مدينة المديين، ووجد غمالئيل فدفع إليه الوثيقة واستوفى منه المال كله، وعرف أمر توبيا بابن توبيت وكل ما تم له، وأحضره معه إلى عرسه. فلما دخل إلى بيت رعائيل لقى توبيا متكئا، فنهض قائما وقبل بعضهما بعضا، فبكى غمالئيل وبارك الله وقال: يبارك عليك الرب إله إسرائيل، لأنك ابن رجل صالح بار وخائف الله ومتصدق، وكل البركة على زوجتك وعلى ولدكما، ويهب لكم الرب أن تبصر أولادكما وأولاد أولادكما إلى ثلاثة وأربعة أجيال،
ويبارك نسلكم إله إسرائيل المالك إلى ظهر الظاهرين. فلما فرغوا من الكلام تقدموا جميعهم إلى الطعام وأكلوا موظفين العرس كله بمخافة الرب. آمين. وأيضا من سفر توبيا بركات المقدسة تكون معنا. آمين. وإن توبيا برسالة وأن طوبيا جلس إلى هناك بسبب العرس وأبوه طوبيت كان مهموما قائلا لماذا تأخر ابني وبأي سبب ظل ممسوكا؟ لعل غافائيل قد مات وليس أحد يرد له الوزنات. وكان حزينا جدا هو وحنة امرأته وكان يبكيان كلاهما لأنه لم يرجع ابنهما في اليوم المعين لهما. وكانت أمه تبكي بدموع غزيرة وتقول الويل لي يا ابني، لأي سبب أرسلناك وتركناك يا نور عيني؟ وعصى شيخوختنا ورجاء نسلنا، لأن هذه كلها كان لنا فيك وحدك يا ولدي، فما كان ينبغي أن يبعدك عنا. وكان طوبيت يقول لها اسكتي ولا تحزني، لأن ابننا في عافية والرجل الذي أنقذناه بعد أمين معه أمين. وهي ما كانت تقدر أن تتعزى، وكان كل يوم تنهض وتنظر إلى الطريق الذي ذهب منها، وكانت تظن أن ابنها يرجع عليها لعله يمسكها أن تبصره على بعد آتياً. وكانت في النهار لا تذوق خبزاً وفي الليالي تسهر نادية ابنها طوبيا حتى انتهت 14 يوماً العرس. ثم أن رعيل قال لصهره طوبيا أمكسها هنا وأنا أنقذه رسولاً إلى طوبيت أبيك ليخبره بسلامك. فقال له طوبيا أنا أعلم أن والدي بعد الأيام، ولا تحزن أرواحهما، فأطلب منك أن ترسلني إلى أبي. فنهض رعوئيل وأعطاه سارة امرأته ونصف ما كان يملك من مماليك ومن جواري ومن مواشي ومن إبل ومن بقر ومن مال، وأرسله سالما فرحانا وباركه قائلا ملاك الرب القدوس يرافقكما ويرسلكما بعافية ويمنحكما إله السماء أولاداً وتبصرهم عيناي قبل مماتي. وأخذ معه امرأته ابنتها وقبلها وودعها، ورضع سارة ابنتهما قائلين اكرمي حماك لأنها بمنزلة والديك وحتى روحك وحتى زوجك، ودبري غلمانك وبيتك واجعلي نفسك بلا لوم. وقالت امرأته لطوبية يا ابني المحبوب فليثبت أمورك رب السماء ويعطيني أن أرى لك وأولادا من سارة ابنتي لأبتهج أمام الرب، وها أنا أسلمه لابنتي فلا تحزنهما. وبعد هذا سار طوبية مباركا الله لأنه سهل طريقه. وما زال سائرين حتى قرب من مدينة نينوى. فقال الملاك يا أخي طوبيا أنت تعلم في أي حال تركت أباك، فهل تريد أن تتقدم وتسبق الجماعة مع زوجتك؟ يلحقون على مهل والمواشي معهم. فلما اتفق على ذلك قال رفائيل الملاك لطوبيا خذ معك من مرارة السمك لأن لنا بها حاجة. فأخذ طوبيا من المرارة وسافر والكلب يرافقهما. وأما حنة أم طوبيا فكانت كل يوم تجلس في الطريق على رأس الجبل في موضع كانت تنظر منه على بعد. فبينما كانت ذات يوم تنظر ذلك الموضع أبصرت من بعد، فعرفت أن ابنهما نادم، فأسرعت تبشر زوجها قائلة هوذا ابنك قادم. فقال رفائيل لطوبيا
عندما تصل إلى بيتك من ساعته استجد للرب إلهك واشكره، وتقدم إلى أبيك قبله، وأطل عينيه بالمرارة التي معك من السمكة، فللوقت تنفتح عيناه ويرى ضوء السماء ويفرح برؤيتك. حينئذ سبق الكلب الذي كان يتبعهما في الطريق، وكان مثل رسوله قد أتى ببشر وهو يحرك ذيله مبشرا بالفرح. فقام الوالد وهو أعمى وبدأ يجري وهو يتعثر برجليه في مشيه، فناول يده أمضى يقوده وخرج ليلتقي بوالده، فبادر إليه ابنه وقبله هو وامرأته وجعله يبكيان كلاهما من الفرح. وبعدما سجدوا لله وشكروه جلسوا، ثم أخذوا طوبيا من مرارة السمك التي كانت معه وطلى بها عيني والده، وبعد مقدار نصف ساعة صار يخرج من عينيه قشرة رقيقة مثل التي تكون في البيضة، فأخذها طوبيا وسحبها من عينيه، فللوقت ارتد بصره ومجد الله هو وعشيرته وكل من يعرفه، وبكى توبيت وقال تبارك الله ويجده اسمه إلى ظهر الدهور، وتبارك جميع قديسيك وملائكتك لأنك أزيتني أدبتني ورحمتني وشفيتني، وها أنا أبصر ولدي طوبية. وأما مسار امرأة طوبية فوصلت بعد أيام هي ورفقاها كلها بالغنم والجمال والمال الكثير الذي لها وزيادة المال الذي كان استوفياه من غفائيل، فدخل طوبية إلى أبيه فرحا وحدثه بجميع العظائم التي فعلها الله معه على يد ذلك الرجل الذي أخذه ورده. فخرج طوبية لملاقى عروس ابنه فرحا ومجده الله إلى باب نينوى، فتعجبوا الذين نظروا سائر كيف أبصر. وطوبية تأدب أمام جميع أن الله صنع معه رحمة، ولما قرب إلى السارة كنته بارك قائلا بادري بمعافاة يا ابنتي تبارك الله الذي أحضرك إلينا. وكان فرح عظيم لجميع الأخوة الذين في نينوى، وجاء أخيور وأبادة طوبية إلى بيته وفرح له بجميع الخيرات التي صنعها الله له، ومجد وتجدد عرس طوبية بكل سرور إلى تمام 7 أيام. آمين. Then Tobias called to him his son and said to him, "What can we give to this holy man that is come with you?" Tobias answering said to his father, "Father, what wages shall we give him, or what can be worthy of his benefits? He conducted me and brought me safe again. He received the money of Gabelius. He caused me to have my wife, and he chased from her the evil spirit. He gave joy to her parents. Myself he delivered from being devoured by the fish. You also he has made to see the light of heaven, and we are filled with good things through him. What can we give him sufficient for these things? But I beseech you, my father, to desire him that he would vouchsafe to accept one half of all things that have been brought." So the father and the son, calling him, took him aside and began to desire him that he would vouchsafe to accept of half of all things that they had brought. Then he said to them secretly, "Bless the God of heaven, give glory to him in the sight of all that live, because he has shown his mercy to you. For it is good to hide the secret of a king, but honorable to receive and confess the works of God.
Prayer is good with fasting and alms, more than to lay up treasures of gold, for alms delivers from death. And the same is that which purges away sins and makes to find mercy and life everlasting. But they that commit sin and iniquity are enemies to their own soul. I discover that the truth unto you, and I will not hide the secret from you. When you prayed with tears and buried the dead and left your dinner and hid the dead by day in your house and buried them by night, I offered your prayer to the Lord, and because you were acceptable to God, it was necessary that temptation should prove you. And now the Lord has sent me to heal you and to deliver Sarah, your son's wife, from the devil. For I am the angel Raphael, one of the seven who stand before the Lord. And when they had heard these things, they were troubled, and being seized with fear, they fell upon the ground on their face. And the angel said to them, "Peace be to you. Do not fear, for when I was with you, I was there by the will of God. Bless him and sing praises to him. I seemed indeed to eat and drink with you, but I used an invisible meat and drink which cannot be seen by men. It is time, therefore, that I return to him that sent me. But bless God and publish all his wonderful works." And when he had said these things, he was taken from their sight, and they could see him no more. Then they, lying prostrate for 3 hours upon their face, blessed God, and rising up, they told of all his wonderful works. And Tobias the elder, opening his mouth, blessed the Lord and said, "You are great, O Lord, forever, and your kingdom is unto all ages. For you scorn and you save, you lead down to hell and bring up again, and there is none that can escape your hand. Give glory to the Lord, you children of Israel, and praise him in the sight of the Gentiles. Because he has therefore scattered you among the Gentiles and knows not him, that you may declare his wonderful works and make them known, that there is no other almighty God besides him. He has chastised us for our iniquities, and he will save us for his own mercy. See then what he has done with us, and with fear and trembling give glory to him, and extol the eternal King of the worlds in your works. As for me, I will praise him in the land of my captivity, because he has shown his majesty towards a sinful nation. Be converted, therefore, you sinners, and do justice before God, believing that he will show his mercy to you, and I and my soul will rejoice in him. Bless the Lord, all his elect. Keep days of joy and give glory to him. Jerusalem, city of God, the Lord has chastised you for the good, for the works of your hands. Give glory to the Lord for your good things, and bless the God eternal, that he may rebuild his tabernacle in you and may call back all the captives to you. And you may rejoice forever and ever. You shall shine with a glorious light, and all the ends of the earth shall worship you. Nations from afar shall come to you, and shall bring gifts, and shall adorn the Lord in you, and shall esteem your land as holy, for they shall call upon the great name in you. They shall be cursed that shall despise you, and they shall be condemned that shall blaspheme you. And blessed shall
they be that shall build you up. But you shall rejoice in your children, because they shall all be blessed and shall be gathered together to the Lord. Blessed are all that love you and that rejoice in your peace. My soul, bless the Lord, because the Lord our God has delivered Jerusalem, his city, from all her troubles. Happy shall I be if there shall remain of my seed to see the glory of Jerusalem. The gates of Jerusalem shall be built of sapphire and of emerald, and of all the walls, and of all walls therefore round about of precious stones. And its streets shall be paved with white and clear and clean stones, and Alleluia shall be sung in its streets. Blessed be the Lord who has exalted it, and may he reign over it forever and ever. Amen. So Tobit made an end of praising God, and he was 58 years old when he lost his sight, which was restored to him after 80 years. And he gave alms, and he increased in the fear of the Lord God, and praised him. And when he was very aged, he called his son and the sons of his son, and said to him, My son, take your children, for behold, I am aged, and I am ready to depart out of this life. Go into Media, my son, for I surely believe those things which Jonas the prophet spoke out of Nineveh, that it shall be overthrown, and that for a time peace shall rather be in Media, and that our brethren shall lie scattered in the earth from the good land, and Jerusalem shall be desolate, and the house of God in it shall be burned and shall be desolate for a time, and that again God will have mercy on them and bring them again into the land where they shall build a temple, but not like to the first, until the time of that age be fulfilled. And afterward they shall return from all places of their captivity and build Jerusalem gloriously. And the house of God shall be built in it with a glorious building, as the prophets have spoken thereof. And all nations shall turn and fear the Lord God truly, and shall bury their idols. So shall all nations praise the Lord, and his people shall confess God. And the Lord shall exalt his people, and all those which love the Lord God in truth and justice shall rejoice, showing mercy to our brethren. And now, my son, depart out of Nineveh, because that those things which the prophet Jonah spoke shall surely come to pass. But keep the law and the commandments, and show yourself merciful and just, that it may go well with you. And bury me decently, and your mother with me, but tarry no longer at Nineveh. Remember, my son, how a man handled Archidius, and that brought him up, and how of the light he brought him into the darkness, and how he rewarded him again. Yet Archaeus was saved, and the other had his reward. For he went down into the darkness, Manasses gave alms, and escaped the snares of death which they had set for him. But a man fell into the snare and perished. Wherefore now, my son, consider what alms does and how righteousness delivers. When he had said these things, he gave up the ghost in the bed, being 158 years old, and he buried him honorably. And when Anna, his mother, was dead, he buried her with his father. But Tobias departed with his wife and children to
Asbanta to regal his father-in-law, where he became old with honor, and he buried his father and mother-in-law honorably, and he inherited their substance and his father's tobit. And he died in Asnabata of Media, being 127 years old. But before he died, he heard of the destruction of Nineveh, which was taken by Nebuchadnezzar and Ahasuerus. Before his death, he rejoiced over Nineveh. Glory be to the Holy Trinity. Amen. Eklenu men tagunata Enestu men eklenu men tagunata Ke enestu men eklenu men tagunata Eklenu men tagunata Enestu men eklenu men tagunata Ke anestu men eklenu men tagunata Eklenu men tagunata Enestu men eklenu men tagunata Ke anestu men eklenu men tagunata Ayuha at-tawil al-anah al-kaseer ar-rahma al-haqiqi يقبل سؤالاتنا وطلباتنا منا، يقبل ابتهالنا منا وتوباتنا واعترافاتنا على مذبحك المقدس غير الدانس السمائي، فلنستحق سماع نجيلك المقدسة، ونحفظ وصاياك وأمرك ونثمر فيها بمئة وستين وثلاثين بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرأفات واشفيهم. اذكر يا رب أبائنا وأخواتنا المسافرين، ردهم إلى أوطانهم بسلام وعافية. اكلينو من تغناطا انيستو من اكلينو من تغناطا ايه انيستو من اكلينو من تغناطا Remember, O Lord, the air of the heaven and the fruits of the earth, bless them. Kyrie eleison. Remember, O Lord, the water of the river, bless them, bring them to their measure according to your grace. Remember, O Lord, the seed, the herb, the plant of the field this year, bless them. Ekleno men tagunata Enestu men ekleno men tagunata Ke enestu men ekleno men tagunata Uzkur ya Rabb khalas el nas wal bahayim اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. اذكر يا رب عبدك رئيس أرضنا احفظه في سلام وعدل ومقدرة. اكلينو من تغناطا انيستو من اكلينو من تغناطا كي انيستو من اكلينو من تغناطا Remember, O Lord, those who are in captivity, save them all. Remember, O Lord, our fathers and our brothers who have fallen asleep and reward in the Orthodox faith, reward all their souls. For those who have fallen asleep,
Remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly reward. Pray for the sacrifices and gifts. Eklenum en tagonata. En estomen eklenum en tagonata. Ke en estomen eklenum en تغنات. اذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم. اذكر يا رب موعود شعبك ارحمهم وثبتهم في الايمان بك. من اجل الموازين. كل بقيه عباده الاوثان اندع من قلوبهم ناموسك خوفك وصياغ حقوقك. أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم. أعطي من يعرف ثبات الكلام الذي وعظوا به وفي الزمان المحدد فليستحقوا حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم. استعدهم هيكلا لروحك القدوس. صلوا يا رب وارحم. Jesus Christ, our God, who said to his saintly on our side, then the holy apostle, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see, and have not seen them, and to hear the things which you hear, and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ear, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospel, through the prayers of your saints. Lord have mercy. Remember also our master, all those who have asked us to remember them in our supplication and the prayer which you offer unto you. O Lord, our God, those who have already fallen asleep, revive them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Stand up in the fear of God and listen to the Holy Gospel according to St. John. May His blessing be upon us all. Amen. بن شويس وبن نوتي وبن سوتين وبن روتي ريني سوس بيرس توس بشيري مبنوتي تونخ بيو نفشا ايني بيو فابن نوتي بن شايني نمشا ايني انت بي اني اهتلو امين ارساسي From
psalm, David the prophet and the king. May his blessing be upon us all. Amen. You shall sprinkle me with the hyssop, and I shall be purified. You shall wash me, and I shall be washed whiter than snow. You shall cause me to hear gladness and joy. The afflicted bones shall rejoice. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior, King of us all. Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever. Amen. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone participating in evil hates the light and does not come to the light, lest his deed should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deed may be clearly seen, that they have been done in God. And glory be to God forever. اسمك ليأتي ملكوتك، لأن لك مجد إلى الأبد. ومن جفز مرود الجبيوت نمشي نم بابن فما سوى تدري سنجي كبرت نوشت مستنتي. Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those trespass, lead us not into temptation. Not
Hear in Ibasi. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الأب الذي قطع كل ربطات خطايا قبل الآلام المخلصة المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وسط أطهار مكرمين وقال لهم أقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم أمسكت أنت الآن يا سيدي أنت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر خطايا الأرض ويربط حل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك بشر عن عبيدك أبي الكاهن وأبائي وأخوتي وضعفي نحن المنحنين أمام وجهك برؤوسنا ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا ليك رب في شبه علم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس كصالح ومحب البشر انعم علينا بغفران خطايانا وباركنا طهرنا وحالنا حال كل شعبك املأنا من خوفك قومنا نارتك المقدسة صالحة انت الآن ينبغي لك كل مجد وكرام وسجود الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين Christos Benuti. يسوع المسيح إلهنا والور جيسوس كريست كينج اوف بيس جرانت اس يور بيس استابليش فور اس يور بيس اند فورجيف اس اور سينز فور ذان ذا كينجدم ذا باور ذا جلوري ناو فور ايفر امين هير اس ون وي سي توجذر اور فادر هو ارت ان هيفن بي ذاي نيم ذاي كينجدم كم ذاي ويل بي دون اون ايرث اس ات از ان هيفن جيف اس ذس داي اور ديلي بريد اند فورجيف اس اور ترسباسز اس وي فورجيف ذوز هو ترسباس اگینست اس اند ليد اس نوت تو تمپتیشن بات دلیور اس فروم ذا ایول وان ان کرایست جیسوس اور لورد فور ذاین از ذا کینگدم ذا پاور اند Now the love of God the Father, the grace of the only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, communion gift of the Holy Spirit be with all of you. Pshoi sinenen, pshoi sinenen, pshoi sinenen, duksa batrike, yukag ibn abmati. The prayer of the third hour of this blessed day, we offer it to our Lord Jesus Christ, beseeching Him to forgive us our sins from the Psalm of the Prophet and King David. May His blessing be with us all. Amen. Doxos Iosimon, the Holy Gospel according to St. John. May His blessing be with us all. Amen. When the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father sent in my name has come, He shall teach you all things and bring to remembrance all things I say unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. For you have heard, now I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass you might believe. I will not talk much with you, for the prince of the world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love my Father, and my Father gave me commandments, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you, abide in me and I in you. And the glory be to God forever. Amen. Let your word be perfected in peace. Worship our Lord Jesus Christ, who is your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. Amen. Your Holy Spirit, O Lord, whom you had sent forth upon your holy disciples and honorable apostles,
the third hour, we ask our good Lord not to take him from us, but rather to renew him within us. A pure heart create in me, O God, and the steadfast spirit renews in me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Send your Holy Spirit upon your holy disciples and honorable Lord, the third hour. Do not take him from us, O good one, but we ask our Lord Jesus Christ, the Lord, the Son of God, to renew him within us the spirit of uprightness and life-giving, the spirit of prophecy and chastity, the spirit of holiness, justice, and authority. Our Almighty God, the light of our soul, eliminating every person who comes into the world, have mercy upon us. Mother of God, you are the true vine who carries Christ, the fruit of life. We ask you, full of grace, together with the apostle, to intercede for the sake of our salvation. Blessed be the Lord our God, whom we prayed every way. He prepared our way, for he is the God of our salvation. ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملائكة لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنا سيئة الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلامة خلصنا ونجي نفوسنا إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفين في السماء يا والدة الإله يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة والتحنن سألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا مين كريا لايسون 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 يا رب ارحم كريا لايسون كريا لايسون قدوس 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 رب السماء والارض ارحمنا يا الله لا بد كل شيء ليس لنا معين فيه حل واغفر اسمح لنا أبانا الذي في السماوات قد In the prayer and doxology of the sixth hour, we offer to Christ our God, beseeching Him to forgive us our sins from Psalm David the prophet and the king. May His blessing be upon us all. Amen. رديت يا رب على أرضك رديت سبع انت الله تعالى الناس ما مات رحمة الحق تلقى يا رب سبع تريك يا رب وقد ملك لبس انجلال سبت المسكونة كرسيك سهب رفعت لناس عجيب هي شهاداتك لبيت طول أيام الليل يازك صوصي وصوصي من قدوس قدوس ولي غاسبون according to St. Matthew, may his blessing be upon us all. Amen. And seeing the multitudes, he went up on the mount, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Glory be to God forever. Amen. To noch tumak be Christos, to make you to know those, to make you my swab, she aki exo, tiam mol nainan. We on the 6 day and in the 6 hour was nailed to the cross for the sin which our father Adam dared to commit to paradise. Tear the handwriting of our sins, O Christ, our God, and save us. I cried to the Lord, and he heard me. God, hear my prayer, and do not refuse my petition. Be attentive to me, and hear me in the evening and at morning and at midday. I say my words, he hears my voice, and deliver my soul in peace. O Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross on the 6 hour and killed sin by the tree, and by your death you made alive the dead man, whom you created with your own hands and had died in sin, put to death our pains by your healing and life-giving fashions, and by the nails which you were nailed, risk our minds from thoughtfulness of the earthly deeds and worldlusts to the remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. Since we have no favor, nor excuse, nor justification because of our many sins, we throw in prayer to those born of you, O Theotokos, the Virgin, for abundant and acceptable is your intercession with our Savior. O pure Mother, do not exclude sinners from your intercession with him whom you are born. For he is merciful and able to save us because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, for we are exceedingly humble. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins for the sake of your holy name. Salvation in the midst of the whole world, O Christ our God, when you stretched out your holy arms on the cross. Therefore, all nations cry out, saying, glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good Lord, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your own will, you are being pleased to be lifted up on the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy, who cry out unto you and give thanks to you, O Savior, for you have filled everyone with joy when you came to save the world, O Lord. Glory be to you. لأن نعمة لله العذراء نعظمك ونطوبك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي. نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. امين. كريا ليسون 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 كريا Creation, 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 رحمتك يا رب خطايانا يا ابانا الذي في السماوات. في
The 9th hour prayer of this blessed day, offer it all, Lord Jesus Christ, beseeching Him to forgive us our sins. Mazamir Abina Dawud Nabi al Malik Barakatu ala Gamian Amin. The Holy Gospel according to St. Luke, may His blessing be with us all. Amen. ولما رجع الرسل حدثوا بالمفاعة فخذوا معه ودخل انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما أمركمه تبعوا وفق بل مخطف مع ملكوت الله المحتاجون يشفيهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له أسر منكم على ذهب الأقوى المحيط والحقول يسريح ويجدوا ما يأكلونه فنهاونا في موضع قف فقال ما أعطوهم أنتم ليأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من خبزة وسمكتين إلا أنمتي نحن أشريت عملها للشعب جميعا وكان 5000 رجل فقال لتلاميذه اتقوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتقوا أجمعين فهذه الخبزة وسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسم وأعطى التلاميذ ليضعوا ما منكم وفاءوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة والمجد لله دائما أبديا أمين ليكمل قول الله بسلام نسجد لك يا المسيح إلى هنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا أمين ولورد هو تيست ديث إن ذا ناين ساور For our sake, our sinner, but to this our carnal desire, O Christ, our God, and deliver us, let my supplication come close to you, O Lord, according to your word, give me understanding, let my prayer come before you, and revive me according to your word, O Xavatri. O Lord, who commanded your spirit into the hands of the Father when you were crucified at the 9th hour, and let the sea force crucified with you into paradise. Do not neglect me, O good one, nor reject me. I am lost, rather sanctify my soul, enlighten my understanding, and allow me to partake of the grace of your life-giving sacrament, so that when I taste your goodness, I may offer you praises without lukewarmness, longing for your glory. Above all things, O Christ, our God, and save us. O righteous Lord, who was born of the Virgin and endured crucifixion for our sake, you conquered death through your death, and you manifested resurrection through your resurrection. O Lord, do not turn your face away from those whom you have created with your own hands, but manifest your love toward mankind, O good one. Accept the intercession of your mother on our behalf, O Savior, save us, a humble people. Do not forsake us, nor deliver us eternally into the hands of our enemies. Do not revoke your covenant, nor take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac, your servant, and Israel, your saint. لما أبصر الرسولين صحايا على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسدا ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل أيها اعتراف اللص اليمين على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر لك بخطايانا معهم معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كريستوس يونس يونس
عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية: أما العالم فافرح لقبول الخلاص. وما شايفا تنتهي عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريا ليسون 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 يا رب ارحم كريا ليسون كريا رب السب والسماء والأرض ارحمنا يا الله لم تكن لسي رسول ليس لنا معين في شيء ادنى تقدس حل واغفر واصفح لنا على سنة عنا خافي وزهر بغفر أبانا الذي في السماوات كنت سيسر أعطينا لنا بشي سنينان بشي سنينان هليلو هليلو أخنا ورانا بيوت مشي مصواب نوتي نوتامين the prayer and doxology of the 11th hour we offer to Christ our God beseeching him to forgive us our sins from Psalm David the prophet and the king. May his blessing be upon us all. Amen. كثير حربا بشوي سنينان بشوي سنينان بشوي سنينان تسبحت صلاة الساعة الثانية عشر the prayer of the 12 hour of this blessed day offer it to our Lord Jesus Christ beseeching him to forgive us our sins مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. Holy Gospel according to St. Luke, may his blessing be upon us all. Amen. And when he arose out of the synagogue, he entered Simon's mother's house. And Simon's mother was taken with a great fever, and they accosted him and caused him to rain. He stood over her and rebuked the fever, and he left her, and immediately she arose and served them. When the sun was setting away, those who needed any sickness with any worse disease brought them unto him and laid his hands over every one of them and healed them. And there was also a great man running, crying out, saying, "You are Christ, Son of God," and rebuked them, did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. Glory be to God forever. Amen. To know Shema Kobe Christos, and be Kyoton Athos, and be Numai Soab, Giakiakso. إذا كان الصديق بالجهد يخلص في نظرنا الخاطئ سقل النهار وحر المحتمل لضعف بشريتي لكن انت الله رحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأن أنا ذهب لا سامحوا بلا بي وفي الخطأ ولدتني أمي فما أكثر أنظر إلى السماء لكني أتكل على أن رفعتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ. اسرع لي يا مخلص بغة الأحضان الأبوية لأن أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات فلا نتكل على غنرفتك التي لا تفرغ لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك لاني اليك اصرخ يا رب تخشع اخطات يا بتاء في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا بل اجعلني كاحد اجرائك كنين كايك استوسيون استونيون نامي لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيه بشوق واشتهاري ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت
فهي لي أسباب التوبة يا السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع وياك أدعى أن تساعديني إلى اللحظة وعندما فارقت نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء الزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. Holy God, Holy Mother, Virgin, have mercy on us. Holy God, Holy Mother, Mortal Rose, crucified for us, have mercy on us. Holy God, Holy Mother, Mortal Rose, from the dead, ascended, have mercy on us. Glory to the Father, Son, the Holy Spirit, now and forever. Amen. Holy Trinity, have mercy on us. Holy Trinity, have mercy on us. Holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive us our sins. Lord, forgive us our iniquities. Lord, forgive us our trespasses. Lord, forgive us our sins. Lord, for the sake of your holy name. Fathers and brethren, have fallen asleep. Lord, repose your souls. Hear without sin, Lord, have mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Doxas, you, Simon, the Holy Gospel according to St. Luke. May his blessing be with us all. Amen. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوح من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا أمين. Let your word to be perfected in peace worship our Lord Jesus Christ, who is your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. Amen. Behold, I am about to stand before the judge, terrified and trembling because of my many sins. For a life spent in pleasure deserves condemnation, but repent, O my soul, so long as you dwell on this earth. For inside the grave dust does not praise, and in this no one remembers, neither in Hades does anyone give thanks. Therefore, arise from the slumber of laziness and entreat the Savior, repenting and saying, God, have mercy on me and save me. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأيجاب أن تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع جسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرس حكمك المرهوب أفذع، ولمجل زنونتك أخشع، ولنور شعلاوتك أجدع. عن الشكل المتدنس الراكد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطئ. Holy Virgin, overshadow your servant with your innocent help, and keep the wave of evil souls away from me, and raise up my ailing soul for prayer and vision, for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and helpful mother, the bearer of the fountain of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا الأمر. لأنك أنت وإله عندك معك نور وكما عين النور أحداث رحمتك الذين أعرفوا لك كل الكسر لك أنت جاب البركة رحمة التسبيح لك أنا من التوحيد الآب لم يرافقك كان من زل بدر الله بالأمين جاد الأحراف سكرك التحكيل لإسمك العليم أن يكبر وحفظك حقك كل العلم قربتك يا جل الرب في سورة الرواية التي مخلص العالم وتخلص نفوس من المدن أن سيدنا ملك المسيح فقط روس الكريم في شهر ثاني في السنتين سنة الكنائس مخلص القطاع الله الآب دعاء لكل خالق السماء والأرض رب الواحد يسوع المسيح الله الواحد كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود جوار
الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نازل من السماء وتجسد من الروح وصلب عنا على جبلاس البنت في يوم الثالث كما في الكتب وصعد الموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بصف من الآب الآب والإب ناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية عبد المعمودية واحدة المغفر الخطايا ننتظر قيام الأموات نسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. Trinity, the Father and the Son and the Holy Spirit, peace and edification, and to the one only Holy Catholic and Apostolic Church of God. Amen. Remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. For this holy and precious Hello.
بيوت نم بشيرين نم نب مايس اواب ونوت ينوت فز مارهوت انجيف نوت بيوت بيبان توكراتور فز مارهوت انجيف مونو جانيس انشيري سوز بخريستوس بن شويس مارهوت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي ايتون اسباتي راجيوس اسيوس اجيوس ان ابن مايون امين Logitos Kyrios O Theos Yestos Eones Amin Niethnos Tyros Mo Epshois Maro Esmo Erofen Genile Os Tyro Chapefnai Tagro Hriegon Owoti Methmien Tepshois Shopsha Ene Amin Alleluia Uxabatrike Joseph Kestathite Erini Bosi Etopne Mati May that give thanks to the beneficent and merciful God the Father of our Lord God and the Savior Jesus Christ for he has covered us, helped us, guarded us, accepted us to himself spared us, supported us, and has brought us to this hour. Let us also ask him, the Lord our God, the one to Creator, to guard us in all be this holy day and all the days of our life. Pray. Master Lord God, the one to Creator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, we thank you. We thank you for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and has brought us to this hour. May the God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, that which is good on our behalf at all times, and make us willing to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. And entreat your goodness, O lover of mankind, to grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, the rising up of enemies hidden and manifest, take them away from us and from all your people. And from this holy table, and from this holy church, and from this your holy place. But the things which are good and profitable do provide for us, for it is you have given us the authority to tread on serpents and scorpions, and upon all the power of the enemy. Oh, and some better.
كل الشعب وضع فريقهم المحلين في المسلس القدس الاب الابن الروح القدس فمن الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه المفوهه 12 رسوما فمن نظر الى الانجيل مرقس الرسول الطارش البطريرك القديس ويرس معلمنا ديسكورس القديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنه القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس اوريغوريوس من افواه السوس من 18 من بنك والماء والخمسين بالقسطنطينية والمتين بأفسس فما بين الطباء والمكرم رئيس ساق بطرير كان الباب الأنبطودس وما قالت لأنه ممنوع مقدن اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ورضا ردو كل أمين أنت
شوي سنيوتي ما ينوشيري أبا أنتونيوس نما Jesus Christ, called to be an apostle, appointed to the gospel of God, a chapter from the first epistle of our teacher, St. Paul to the Corinthians. His blessings be upon us all. Amen. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Now these things became our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted, and do not become idolaters as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed by serpents. Nor murmur, as some of them also murmured and were destroyed by the destroyer. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, on whom the ends of the ages have come. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. The grace of God the Father be with you all. Amen. Paul, the servant of our Lord Jesus Christ, the Catholic epistle from the first epistle of our teacher John, may his blessings be upon us all. Amen. I write to you, my little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever.
A reading from the Acts of our fathers, the pure apostles, who were invested with the grace of the Holy Spirit. May their holy blessings be with us all. Amen. But there was a certain man called Simon, who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, "This man is the great power of God." And they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Then Simon himself also believed. And when he was baptized, he continued with Philip and was amazed seeing the miracles and signs which were done. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet, he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit. The word of the Lord shall grow and multiply, be mighty, and be confirmed in the Holy Church of God. Amen. Amen. Today is the 22nd day of the blessed month of Barmhat. May God end it in goodness and renew it for us in peace and tranquility, while our sins and our iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord, my fathers, and my brethren. Amen. On this day of the year 102 of the martyrs, 386 AD, the Holy Father Saint Kyrillus, Cyril, Bishop of Jerusalem, departed. He was born in Jerusalem in the year 315 AD and was raised with a Christian upbringing. He excelled in the spiritual subjects and the Greek literatures. Saint Maximus, the Bishop of Jerusalem, ordained him deacon, then priest, and delegated to him the instruction of the catechumen of the Jews and the pagans in the Church of the Resurrection. He preserved in the teaching of the doctrines of the Christian religion for 16 years, and the people gathered around him to hear the exhortation of the sermons. When the Bishop of Jerusalem departed, he was chosen as his successor. The scope of learning and teaching expanded before him. The Arian heresy had widely spread, and Saint Kyrillus strongly resisted that the reason he was a target for persecution of the Arian heretics. He was exiled three times from his diocese, which he endures patiently and thankfully. He returned to his parish in the year 370 AD after the death of the Arian Emperor Valens. Saint Kyrillus attended the Second Universal Council of Constantinople in the year 381 AD, and he was one of the prominent attendants of this council. He wrote many books about the incarnation, the creed, and the baptism of the catechumens. When he finished his good endorsement, he departed in peace. The blessing of his prayer be with us all. Amen. وفي مثل هذا اليوم أيضا تنيح البار يوسف الرامي. كان من الرامة إحدى بلاد اليهودية وكان غنيا ورجلا صالحا وبارا. كان عضوا في مجلس السنهدريم وفي نفس الوقت تلميذا للرب يسوع المسيح. ولم يحضر جلسة مجمع السنهدريم لمحاكمة الرب يسوع المسيح لأنه لم يكن موافقا لرأي اليهود على صلبه.
وبعد موت السيد المسيح على الصليب طلب من بيلاطس البنطي أن يستلم الجسد الطاهر لتكفينه ودفنه، فسمح له، فأنزل الجسد من على الصليب ولفه بكتان نقي، واشترك معه نيقوديموس بوضع كمية كبيرة من الحنوط والأطياب على جسد المخلص، ثم وضعه يوسف في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وبعد قيامة الرب لازم الرسل، وبعد حلول الروح القدس باع أملاكه ووضع ثمنها بين يدي الرسل لتوزيعها على الفقراء، ثم خرج للبشارة بالسيد المسيح. بركة صلاته تكن معنا، أمين. وفيه أيضا تنيح الأب الأسقف سحب الشيخوخة الحسنة والذكر الجميل الأنبا ميخائيل أسقف نجادة. بركة صلاته تكن معنا، ولربنا المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد، أمين. Joseph Kista Siti. Oh, Master Lord Jesus Christ, our God, who seated saintly disciples and our apostles, many prophets and righteous men have desire to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. For the holy gospel. Remember also our master, all those who ask us to remember them in our prayers and supplications which we offer back to you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection and of us all. One telesmus. مزمار اوت انجب اسني وخنبران ام بشوي سنتيني قوم كير يكتو قاطا يؤنن اجيون افانجيل يوتو انا ونصما ستاند ان ذا فير اوف جاد
God and listen to the Holy Gospel, the Gospel according to St. John. May his blessing be with us all. Amen. Ben choice. O ben not even all the tyranny souls, be Christos, if she re, am if not yet on, be one of Shahini. Amen. Psalm of the Prophet and King David, may his blessing be with us all. Amin. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. طلبت إلى الرب فاستجاب لي. Draw near to him and be enlightened, and your face shall not by any means be ashamed. I sought the Lord diligently, and he hearkened to me. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our God, our Savior, and King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is glory forever. Amen. Then there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do the things that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, how can this thing be? Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know the things? Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly thing and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Salam Allah. عبد بلا خطية ولا سيد بلا قران بان الذي في السماوات يتقدس.
تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد من جفز مرعوت جفز شيري سوفيا ثيبروس خمان كريا ليسون كريا ليسون خن او مثمي امين يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية According to your good will, O God, fill our hearts with your peace. Cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all malice, and the remembrance of evil entailing death, and make us all worthy, O our Master, to greet one another with a holy kiss. That without falling into condemnation, we may partake of your immortal heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Greet one another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy.
mercy. Yes, Lord, who is Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer an order, stand with trembling, look towards the east. Let us and look upon the lowly. You have created the heaven, there, the sea, and all that is there. The Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things, visible and invisible, he who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy power. You who are seated, stand. Shin exousia ni etheronos ni meten chois ni egon. I sanatolas epsati. You are he around whom stand the shadow. Full of eyes, and the seraphim with six wings, praising continuously without ceasing, saying, let us attend. Saying,
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. The ways of salvation. He granted us the birth of from on high through water and the Spirit. He made us unto himself an assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world and on our behalf. The ransom he gave himself up for our salvation unto this which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the third day he ascended into the heaven and sat at your right hand, O Father. He had appointed a day for recompense on which you will appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deed. لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين من أن هذا هو بالحقيقة ونظرا إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر.
وبركاته. لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي أقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. Also, the cup after supper, he mixed it of wine and water, and when he had given thanks, Amen. He blessed it. Amen. He sanctified it. Also to his holy disciple and saintly apostle, saying, take drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for the remission of sin. This do in remembrance of me. Time you eat of this bread and the drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim. Your holy resurrection and ascension. So commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heaven, awesome and full of glory. We offer unto you your gifts from what is yours for everything concerning everything and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, Lord, and we worship you. Let us attend. Into his holy body. I believe.
this cup also the precious blood of his new covenant. Again, I believe. For the remission of sin, the eternal life to those who partake of him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Worthy our Master to partake of your holies unto the purifications of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become body and one spirit, and may have a share and inheritance with all these saints to have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only, holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the one only Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all the Orthodox bishops who are in her foremost. Remember, O Lord, our and our Father, the Archbishop, our Patriarch, Baba, Abba, Tawadros. Pray for our High Priest, Baba, Abba, Tawadros II, Patriarch and Archbishop of the great city of Alexandria, and his spiritual brother, Mar Ignatza, from the second, the Patriarch of Antioch, and for our Orthodox bishops. Lord, have your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox Hegumens, priests, and deacons. Pray for the Hegumens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. And all the servants, and the Lord, virginity, and the purity of all your faithful people. Remember, O Lord, to have mercy upon us all. Have mercy upon us, O God, the Father, the Father, the Father. Remember, O Lord, the salvation of this holy place and every monastery of our Orthodox fathers. For the salvation of the world in the city of ours and all the cities, districts, islands, and monasteries. Lord, have mercy. في إيمان الله تفضل يا رب بويت السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عنا ويت السماء وثمرات الأرض وشجر الكروم وكل شجر مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا كملها بسلام وغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب فرح وجه الأرض اللي راح أرثها وتكسر أسمار وعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاية في كل شيء كل عين نزداد في كل عمل صالح يا رب شون سنیا تبینی ناکی خون نیزور نمنیا تبینی گو نمن تبینی بولی تو تو مینو تیرم به بک بیا بن خنی فی او Ζε βεξάστε υπερτών αγιών τιμιών δώρων τοτών και θυσιών ημών και προσφέρων.
رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكريم بالحقيقة. Nimbiagios Ioannis Biebrodromos and Baptistis Juan Martirus Nimbiagios Stephanos Biarish Diakonos Oema Proto Martirus Nimbi Theorimos and Evangelistis Marcus Biavon Solos Ethoeb O Hem Martirus Nimbi Batriar, she is a somewhat severus, Nimbin Sach, Dios Corus, Nimbiagus, Asanasius, Biavan, Story Cos, Nimbiagus, Petros, Hero Martirus, Bear Sheriffs, Nimbiagus, Theodosius, Nimbiagus, Theophilus, Nimbiagus, Dimitrius, Nimbiagus, Kirillus, Nimbiagus, Basilius. Nimbiagios Eleorios be Theologos, Nimbiagios Eleorios be Salmadrogos, Nimbiagios Eleorios be Armane. Nimbishum Tishemetish Minute of Thought, Irenikian, and Beshit Eventi Constantinopolis, Nimbus Namshin Tefesos. Nimbiniotin Zikios, Binishti of Antonius, Nimbith Miava, Babli, Nimbishum Tisuab, Ava Meke. Nimno Shiritiro, and it's the Frofo. Nimbiniot Avayanis be Omenus, Nimbiniot Avabi showing with me be Roman Telions, be it of Yotan and it shall have Genteben Sotir. In Athos, Nimbiniot Avabli Verem Tamuni, Mizikin, Bef Masitis, Nimnashuin Seniotis, Oaben Romeus, Maximus, Nomdomadios. Nimbe mebsit martinus nechelo in tishihit. Nimbe goretho ababa musi nim Ioannis kemi. Beberes vite eros. Nimbe niot ava Daniel be gomerus. Nimbe niot ava Isiserus beberes vite eros. Nimbiniot Ava Bachum Fatikononian and Theodorus Bifmasitis, Nimbiniot Ava Shinu Debiar Shimenidritis, Nimava Wisa Bifmasitis. Nimbiniot Ava Samuel Biomologetis, Nimiosus Nimabolun Fmasitis, Nimbiniot Ava Nofre Benachoritis. Nimbiniot Ava Karas Bene Huritis, Nimbiniot Ava Kirillus Bimasun, Nimib Horus Telfentenieth Oab Endak Nayetebun Al Qariun Falyakulu أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب نيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. Yeah.
كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنحوا في إيمان المسيح تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك مارسيل صاروفيم جوزيف سلامة جورجيت سلامة مفيد حبيب هاني برسوم عزيز إبراهيم رفلة ورباوي إيفلين جرجس فاي الشنودة سعيد جرجس جورج غبريال بشرى جبرائيل وماريا ميخائيل وعشم عشم الله تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم أجمعين في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع الخضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين taken both them in the paradise of joy in the region of the living forever in the heavenly Jerusalem in that place and we too who are sojourners in this place keep us in your face and grant us your peace unto the with the way unto your kingdom that as in this also in all things your great and the holy name be glorified blessed and exalted in everything honored and blessed with Jesus Christ your beloved son and the Holy Spirit be with all thanks to God the one to Creator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, for He also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands to serve His holy name. Let us also ask Him to make us worthy of the communion and partaking of His divine and immortal mystery. Creator, the Lord, our God. Amen, amen.
us pray. Lord, have mercy. Al-baraka wa-salam li-jami'ikum. سيد الرب الإله الضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم وعلمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. Sing and the prayer are those which read Elijah to heaven and save Daniel from the lion's den. Fasting and the prayer are those which Moses pursued until he received the law and the commandment written with the finger of God. Fasting and the prayer are those which the Ninevites pursued until God had mercy on them and forgave them their sins and lifted his wrath away from them. هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدوس. The prayer are those which the martyr pursued until they shed their blood for the name of Christ, who confessed the good confession before Pontius Pilate. Fasting and the prayer are those which the righteous and the just and the cross bearer pursued until they dwelt in the mountain and desert and hold of the earth because of their great love for Christ the King. ونحن أيضا فلنصوم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر. And we too let us fast from all evil, impurity and unrighteousness, and let us proceed forth
to this holy sacrifice and partake of it with thanksgiving, so that with a pure heart and enlightened soul and unashamed faith, a faith unfeigned, a perfect love, and a firm hope, we may dare with boldness, without fear, to pray to you, O God, the Holy Father, who are in the heaven, and say, Our Father. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Through Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Jesus be حقا ومع روحك ايضا بخوف الله خوف الله امين Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy the holy is for the holy القدس للقديسين blessed be the Lord Jesus Christ the Son of God the sanctification is by the Holy Spirit. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. The precious true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. Summoning bis no fente man will be noti by bechen no mas me. Amen. 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 I believe, and do confess to the last breath that this is a life-giving flesh, that your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary. He made it one with His divinity, without mingling, without confusion, and without alteration. He confessed the good confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the holy wood of the cross of His own will for us all. Truly, I believe that His divinity parted not from His humanity for a single moment nor a twinkling of an eye, given for us for salvation and remission of sin, eternal life to those who partake of Him. I believe that this is true. Amen. 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 I believe.
I believe that this is true. I mean, اطلب عنا عن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. أخطيت يا أبا أخواتي سامحوني. Yes, so I'm
Jesus Christ fasted for us, for he did.
sounding cymbals. Alleluia, alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من أسرار غير المائتة، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار الذين لكنيستك المقدسة، لأن هذه المسرة التي كانت أمامك لأنك رحيم ونرسل لك لفوق المجد والإكرام والسجود إلى الآب والابن والروح القدس الآن وكل أول أبدا من عبيدك رب. هؤلاء الذين يخدمون خدعون لك حل فيهم، ساعدهم، سير بينهم، انهد قلوبهم من كل فكر رديء أرضي، امنحهم يا سيدي أن يحفظوا فكروا فيما هو الأحياء وافهموا الذي لك بابنك الوحيد ربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نحن وكل شعبك نصرخ قائلين ارحمنا يا الله خين ابراني مبيوت نمبشيرين بابن ابن اسواب ونوت ونوت امين فزم راوت ان جاي بنوت بيوت بيبان تكراتور امين أمين مرأوت جيب ابن ابما إن بركتون أمين. يا ملاك هذه الصعيدة الصعيدة العلوب هذه التسبحة هو angel of this sacrifice flying up to the highest with this hymn remember us before the Lord that he may forgive us our sins. Let us breathe with the angel saying glory to God in the highest, peace on earth, the good waters somatos keimatos monogenis theon metalabuntis avto echaristis omen doxabatri keio keageion neuma somatos keimatos monogenis theon metalabuntis avto echaristis omen kenin keaikestos eonas orion هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركاتهم المقدسة هباتهم محباتهم صلواتهم شفاعتهم معونتهم قواتهم تكون معنا كلنا امين بخريستوس بنوتي يا يسوع المسيح إلهنا واللور جيسوس كرايست كينج اوف بيس جرانت اس يور بيس استابليش فور اس يور بيس ام فورجيف اس اور سينز فور ذاين ان ذا كينجدم ذا باور ذا جلوري Now and forever, Amen. Hear us and pray and say together, Our Father who art in heaven, thy kingdom come. Thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord, the righteous Jesus, our Lord, and the kingdom of God, glory to God, as well. والآن محبة الله الآب الضابط الكل ونعمة الابن الوحيد ربنا والآن وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم وتدوم فيكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، وسلام الرب يكون معكم ومع روحكم. احضروا الخارجة، تفضلوا استريحوا لغاية ما نوضب، تفضلوا استريحوا. سلام ساتكم. اجعل يا رب أبواب بيتك مفتوحة، واصل يا رب سترك عن خطايانا. ليش وصلنا كيف؟ Light those candles, please. Remember me, oh my.
We have no helper in our hardship and tribulation but you. God make us worthy to pray thankfully saying, Our Father, who art in Irini pasi نشكر صانع الخيرات رحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعننا وحفظنا وقبلنا إليه واشفق علينا وعضدنا وتابنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام الضبط الكل الرب إلهنا O Master Lord God of the Cross, the Father of our Lord, our God and our Savior Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything and in every thing. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us unto yourself, spared us, supported us, and brought us unto this hour. That God may have mercy and compassion on us. Hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints. For that which is good on our behalf at all times, and to repose the soul of our mother, Marcel Michael Sarofim, and to forgive us our sins. Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Please grant us to complete this holy day and all the days of our lives in all peace with your fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men and the rising up of enemies, hidden and manifest, take them away from us and from all your people, and from this church and from the soul of your servant, Marcel Serafim, and from this holy place that is yours. أما الصالحات ونفعت فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. According to the multitude of your compassion, blot out my iniquity, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I am conscious of my iniquity, and my sin is of all time before me. Against you only have I sinned. That you might be just in your sayings, and might be overcome when you are judged. For you all have conceived in iniquities, and in sin my mother conceived me. For behold, you have loved me. Manifest in me the hidden, unrevealed things of your wisdom. You shall sprinkle me with your hyssop, and I shall be purified. You shall wash me, and I shall.
smoke. You shall make me hear your joy and joys, O Lord, shall rejoice. Turn away your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, O Lord, and spare me. Do not cast me away from your presence, and not take your Holy Spirit away from me. Give me the joy of your salvation, I'll hold me with your Spirit. Then I shall teach you and treasure your ways, and ungodly men shall turn to you. Deliver me from blood, O God, the God of my salvation. And my country will rejoice in righteousness. O Lord, you shall open my lips, and I'll pray for the praise of your desired sacrifice, I'll have given it. Do not take pleasure in prayer, offering the sacrifice of God and the Holy Spirit, and the broken humble. Thou shalt not despise the Lord, because of Zion, the walls will still be built, then he shall be pleased to sacrifice his righteousness, offering him with great sacrifice. Your altar, Alleluia, on San Si, on Se, on Si, بين داود النب والملك بركات وعلى جميعنا امين. بارك يا نفس الرب وجميع ما في باطني وبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنس جميع تسبيحي. الغافر لك جميع اثامك الذي يشفي سائر امراضك المنقذ حياتك من الفساد الذي يتوجك بالمراحم والرافات. هللويا. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth has He given to the children of men. That it praise not the Lord, neither any that go into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Hallelujah. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. نفسي في يديك كل حين ولم أنسى ناموسك. انظر إلي وارحمني. تقوم خطواتي كقولك تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. Epistle from St. Paul's Epistle to the Corinthians. May its holy blessings be with us all. Amen. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, another of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars, for one stars differ from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. And afterward, that which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven.
as is the earthly, such are they also that are earthly. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. The grace of God the Father be with you all. Amen. Jesus Christ, our God, who sent His saintly disciples and other apostles, many prophets and righteous men, have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels. Through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Remember also our Master, all those who ask us to remember them in our prayers and supplications, which we offer up unto you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. One telescription. Yeah.
Evangelion soem kantaiwan nageyo. Of our father David the prophet, may his blessings be with us all, amen. Return unto your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. O Lord, save my soul. Gracious is the Lord and righteous is he. Alleluia. May God have mercy and compassion on us and make us worthy to hear the holy gospel. In wisdom, let us hear the holy gospel, a chapter from the holy gospel according to our teacher, St. Matthew the evangelist. May his blessings be with us all, amen. Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, why trouble you the woman? For she has wrought a good work upon me. For you have the poor always with you, but me you have not always. For in that she has poured this ointment on my body, she did it. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman has done be told for a memorial of her. Bow down before the holy gospel. Amen.
Trinity, one in essence, of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. This very soul for whom we are gathered, O Lord, they are both here in the kingdom of heaven. Open unto her, O Lord, the gate of heaven, and receive her unto you according to your great mercy. هذه النفس التي اجتمعنا بسببها يا رب نيحها في ملكوت السماوات. افتح لها يا رب أبواب السماء ويقبلها إليك كعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحته للص اليمين. Open unto her, O Lord, the gate of the kingdom. May she be a partaker with all the saints. Open unto her, O Lord, the gate of rest, that she may sing with all the angels. May she be worthy to see joy. Let the angel of light lead her to the life. May she rebode in the bosom of our father, Abraham, Isaac, and Jacob. Forgive her her sins, which she has aforetime committed, both knownly and unknownly. For you, O Lord, know the feebleness and the weakness of humanity, and in your mercy give consolation to all whom she has left behind and to her household, and give unto them patience and a good heavenly reward through the intercession of Our Lady, Saint Mary, and all the whole choir of heaven. Let both your mercy and your help be with your people. Grant them coolness. Establish us in your orthodox faith. Be a protector unto us, we the faithful. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you were crucified and saved us. We believe in one God, God the Father, Mother of the Lord, Creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, the God of the Father before all ages, light of life, true God, true God, begotten, not created, of one essence of the Father, by whom all things were made, for us men and for our salvation, came down from heaven, and thanks to the Holy Spirit, and the Word of Mary, and the Amen. Crucified for us in the conscious Father, suffered in the Spirit, and the third day rose from the dead. According to the Scriptures, he ascended to heaven, and sits at the right hand of his Father. He's coming near his glory to judge those who are dead. Whose kingdom shall have gone? Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, God, giver, proceeds from the Father, and Father, the Son, and the worship, glorified, spoke by the prophets, and when all the God of the Catholic Church, we confess all baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead, and life the age to come. Amen. Quando sarò qui a me te نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آباءنا وأخواتنا. آباءنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. آباءنا القديسين رؤساء الأساقفة، آباءنا الأساقفة، آباءنا القمامسة، وآباءنا القصوص، وأخواتنا الشمامسة.
الكنيسة وبان الرهبان وبان العلمانيين وأنيح نفس عبدتك مرسيل ميخائيل صاروفيم وأنيح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوس مجمعين في فردوس النائم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا ربنا احنا نفوسهم جميعا في حضن بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقمك سادهم في اليوم الذي رسمته كمعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال إن كان لحكم تواني أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم أنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس حتار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم ويستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك بالحقيقة قد كملت كثرة تحننك الغزير ولم يبطل قولك يا ضابط الكل أبا مخلصنا وإلهنا وملكنا المسيح حياتنا وعوننا وشفاؤنا ومنقذنا